انت بقى زين؟ ايوه انا زين. قالوا لي ان احنا شغالين مع بعض. انت مخرج؟ لا. مؤلف؟ برضو لا. امال احنا بنشتغل مع بعض ايه؟ هو حضرتك عندك مكتب كاستنج وانا اللي بديره. ريجيسير يعني؟ لا هو مش كده بالظبط، هو حاجه تانية. طب ومالك زعلت ليه؟ ده انا بهزر معاك. بس انا مش متعود ان حضرتك تتكلمي معايا من اصله، فكمان بتدرجي معايا. ف يعني انا ولا بهزر معاك ولا بتكلم معاك، امال احنا بنشتغل مع بعض ازاي؟ زين انا بحاول افتكر، انت مش متخيل موضوع فقدان الذاكره ده صعب قد ايه، وان اي حد ممكن يتحكم في حياتي بمعلومه غلط. هو حضرتك يعني لو سالتي مستر راغب هيقولك على كل حاجه. انا معرفش علاقتي بيك ايه، بس انا حاسه ان في حاجه غلط بيني وبين راغب، وان انا مش قريبه منه زي ما هو بيقول لي. هو انت فعلا ما ينفعش تساعدني في الموضوع ده؟ هو انت خايف ان انا اقول له ولا حاجه؟ انت هتقول لي سر يعني؟ الصراحه لا يعني، بس اي حد قريب منك انت ومستر راغب هيعرف ان انت مش بتطيقيه اصلا. شفت بقى انا كنت حاسه ازاي؟ طب تفتكر لو انا جيت لك المكتب ده ممكن يساعدني ان انا افتكر؟ طبعا يساعدك جدا كمان. انا مش عايزه اجي في معادي يكون في ناس، انا زهقت من كلمه حمد لله على السلامه. بصي، هو المكتب بعد الساعه 9 محدش بيعتبه خالص. يعني انا اجي لك بعد الساعه 9؟ بكره بعد الساعه 9 مستنيكي. وانا هاجي لك. تفتكر هيقول لراغب؟ عمره ما هيقول. دي صورة ايدك، شوفها كويس عشان هتوحشك. انت مين وعاوز مني ايه؟ انا مين؟ انا الديزل. عاوز منك ايه؟ عاوز الحبل اللي حوالين رقبتك ده يتلف حوالين رقبة راغب، بس بالميري والقانون. ايه ده؟ انت اكتر واحد عارف انك مهما صرخت محدش هيسمعك. انا انت اكتر واحد عارف ان انا لو فتحت بقي هيموتوني.
خلاص يبقى موتك انا، بس حتى حتى هبدأ من اصغر صبع في الفلاح. اللي دين راجل، اللي دين راجل، ما تتحركش عشان ما تقعش من على العصاية. كلم. هتتكلم ولا مستغنى عن اللي بعد؟ شكله مستغنى عن اللي بعد. هتكلم. هتكلم. رئيس الأمر بيقول على رغب غدار. عشان كده كان دايما بيأمن نفسه في فيديوهات للعب. كمل. أنا كمان كنت بعمل زيه. وبأمن نفسي زيه بالظبط في فيديوهات للعب. أنا عبد المأمور. كلنا عبد المأمور. بس بمزاجي. ألاقي فين الفيديوهات دي؟ آخر فيديوهات. اتصورت. في خزنتي اللي جنب المكتب. كم رقم الخزنة؟ 1-3-6. ديزل خليش الانتقام يعمي. ده مش انتقام، ده عدل. ليه عملت كده يا ديزي؟ ما قدرتش اسيطر على نفسي وانا شايف واحد كان سبب في موتها. كانش ليه حد بعد ربنا غير امي وهي. ما قدرتش اسامحها وهي عايشه، مع ان كان عندها استعداد تموت عشاني. وديها عملتها. بس ده ما يديلكش الحق تعمل اللي انت عملته، خاصة بعد ما بقى معاك دليل. اللي اعرفه ان ذنبها وذنب بنتها اللي تتمت في رقبتي. وبعدين الفيديو اللي معايا ما فيهوش حد غيرها، يعني لا هيقدم ولا هيأخر. بس انا مش عايزاك تبقى زيهم. وانا عمري ما هبقى زيهم. المره دي بس مش هبقى دكتور، هكمل الدور للاخر.
وبعد كده هرجع ديزل اللي انت تعرفيه. انت خايف عليا يا استاذة ولا ايه؟ اتأخرتي ليه كده يا حبيبي؟ انا مش راضي انام غير لما تيجي انت. كان عندي ميتنج مهم مع مخرج الفيلم الجديد، بحاول ارجع لحياتي الطبيعيه، يعني ممكن اعرف افتكر. طب راح على نفسك عشان ما تتعبيش يا حبيبتي، ولو في حاجه عايزه تفتكريها قوي يعني سأليني يمكن اعرفها. فعلا؟ طب انا وانت عرفنا بعض ازاي؟ كنت جاي تعملي كاستنج في المكتب اللي انا كتبته باسمك دلوقتي، دي كاستنج دي في الدنيا، حسيتش ان دي اول مره اشوفك فيها، كنت متاكد انها مش تبقى اخر مره. وايه اللي خلاك تحبني؟ انت ما كنتيش جايه لوحدك، خطيبك كان معاكي وقتها، امه كانت عيانه وكان محتاج فلوس باي طريقه عشان يلحقها. شفت وقتها انت قد ايه كان عندك استعداد تعملي اي حاجه عشانه، اي حاجه، بس للاسف او من حظي عمل حادثه ومات. شفت قد ايه انت تقدري تحبي، منيت ان الحب ده يبقى ليا لوحدي، بس مساعدتك وعملت كل اللي اقدر عليه عشان احقق لك حلمك. حبتيني وبقيتي دنيا الصياد، دنيا الصياد. انا حاسه ان انا دايخه شويه. تبقي كويسه، تبقي كويسه. انا همشي وهاجي لك بكره. تمشي وانت تعبانه كده؟ معايا سواق، ما تقلقش. تصبح على خير. انت من اهله. انا ما اتفقتش معاك على كده. موقف اتحطيت فيه يا باشا، لو كنت سبته حقيقي كان بلغ اللي شغال معاه وما كانش طلع على نهار. طب اسمع بقى يا ديزل، انا دوري اللي انا حقق العداله، وانت دورك تساعدني، تساعدني وبس، مش تصفي حسابات. كانش قدامي حل تاني. ده مش حل يا ديزل، ده انتقام. ايوه انتقام، انتقام للبنت الغلبانه اللي ماتت بسببي وما عرفتش الحقها. لولا انها نسيت تليفونها كنا وصلنا لها. المهم انها اتقتلت. أنا مش رئيس عصابة عشان تبرلي ولا هي خناقة في شارع، افهم، ده قضية ناس بتتاجر في دم البشر، نقوم احنا نعمل زيهم؟ ولما يطلع النهار أنا اللي هي كلمتني. علي ابني بص لي هنا. أكيد كانوا موقفينه على حاجة وشالوها، بس مفيش حاجة اتحركت في المكان ينفع يقفوا عليها. علي بيه. هيا يا سيد. بص يا فندم، دي آخر حاجة سجلتها كاميرات المراقبة قبل ما يكسرها. ممكن نبقى